وللحديث عن غياب الخدمات وأزمة الجفاف التي تواجهها بغداد تزامنا مع الصراع على المناصب في أمانة بغداد، معنا من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. أهلا بك معنا سيد عبد الله. أهلا بك، أهلا وسهلا بك أبو شهدي. أهلا بك سيد عبد الله. بداية، أزمة مياه كبيرة كما تعلم تواجهها العاصمة بغداد التي تتربع على ضفتي نهر دجلة، ما هو التفسير لما يجري وأبعاد هذه الأزمة برأيك؟ طبعا الأزمة ليست جديدة، كل عام في هذا الموسم في موسم الصيف تعاني بغداد من أزمة خانقة في نقص شح المياه ونقص تجهيز المياه والكهرباء، مما يؤدي إلى معاناة الكثير من الناس في بعض مناطق بغداد. طبعا الحال لا يقتصر على النخوان، العديد من مناطق بغداد في جانبي بغداد الشرق والرصافة تعاني من أزمة خانقة منذ أسبوعين أو أكثر، وإلى الآن تعاني من أزمة خانقة من قلة تجهيز الكهرباء والمياه. فقدت ساعات تجهيز الكهرباء إلى النصف أو أقل من النصف بالمقارنة مع الشهر الرابع أو الشهر الخامس، مما أدى إلى انخفاض أيضا انخفاض في ساعات تجهيز المياه الصالحة للشرب. طبعا بغداد تعاني، عدة ساعات من بغداد سواء في جانبي الشرق والرصافة تعاني من الجفاف، كذلك عدة مناطق في حزام بغداد تعاني من نقص في مياه الشرب ومياه السقي، سقي المزروعات وسقي المواشي. الناس هناك يعانون من نقص شديد، حتى الآن لا يجدون ما يسقون به أبقارهم ومواشيهم وحيواناتهم. في منطقة الطارمية التي من السخرية تحتضن أكبر مشروع هو مشروع ماء الشرق في تقريبا الشرق الأوسط، هذه المنطقة تعاني، عدة حيوانات تعاني من عطش شديد وجفاف لم يسبق لهذه المنطقة أن تضرب بموجة جفاف كهذه. السبب هو تلف حكومي وفشل حكومي في إيصال خدمات المواطنين. طيب. طبعا ممكن يكون الحادث مفتعل لقرب المستشفيات للصراع الموجود على بعض المناطق في أمانة بغداد أو على منصب أمين بغداد حصرا. طبعا الناس متذمرون جدا من هذه الإجراء، ويقوم الحكومة بالتقاعس عن إيجاد الحل لهذه المشكلة. السنوات الأخيرة طبعا السنوات الأخيرة كان هناك نقص في تجهيز الكهرباء والمياه، لكن هذه السنة ربما الأزمة متفاقمة جدا وجاءت مبكرة جدا. الآن الشهر السادس أو بداية الشهر السابع، نهاية السادس، لا نعلم ماذا ستكون في تموز وفي آب الأزمة، هل ستتصاعد؟ بالتأكيد ستتصاعد، لأنه للآن لم تأتي موجات الحر القوية التي من الممكن تنقطع فيها الكهرباء لعدة ساعات في اليوم. نعم سيد عبد الله، يعني مديرية مياه بغداد تذرعت بتذبذب التيار الكهربائي وبأن انقطاعاته أدت إلى ما وصلت إليه الأمور حاليا، ما رأيك يعني ما ورد على لسان مديرية المياه؟ طبعا الأمر مثير للسخرية، لأنه نفس القضاء الطارمي اللي يحتوي على مشروع ماء الشرق هو يعني نتيجة في الطارمي عدة أحياء لم يصلها الماء منذ ايام، لم يصل مياه الشرب ومياه السقي منذ عده ايام، فكيف العاصمه بغداد؟ الامر فقط هو فشل في ايصال الخدمات الى المواطنين، الامر هو فقط تناحر وتحارب بين السافه، الامر مدبر، ربما مدبر او هو تلسؤ من بعض المسؤولين. يعني مدبر لماذا؟ لماذا قد يكون مدبرا؟ ربما لكي يتدخل نائب من النواب او كتله من الكتل وتوصل خدمات الكهرباء والمياه، خصوصا خدمات المياه، ثم تحصل هذه الكتله على نسب كبيره في اصوات اثناء من الجمهور، ثم بالانتخابات نسب كبيره من التصويت لصالح هذه الكتله. الامر ربما يكون مسيس، اقول ربما يكون مسيس لهذه الجهه او تلك، لكن الازمه خانقه. نحن في الشهر السادس او اخر الشهر السادس، لم نأتي إلى تموز وإلى آب، نحن في الشهر السادس، كل عام تقريبا تحدث هذه المشكلة في الشهر السابع في تموز أو في آب أو حتى في بداية أيلول،
لكن هذه السنه جاءت مبكره، المشكله موجب الجفاف جاءت مبكره، ضعف تجهيز او صحه المياه، ضعف تجهيز الكهرباء جاء مبكرا، وجاءت المشاكل ومعاناه الناس مبكره. ربما الناس او احنا هنا المواطنين لم يصمدوا الى ما لا نهايه. ربما ستخرج مظاهرات في بعض المناطق بحثا او مطالبين بالخدمات، خصوصا يعتبر المياه والكهرباء هما عصباء الحياه الذين لم تستغني عنهم اي عائله في بغداد. اذا كنت معنا من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.